يقدم لكم هذا البرنامج برعاية سافيتال. كامل سمعنا بتين هنان، ملكة الهجار وأم التوارك. بالصح هذه الملكة الأسطورية عاشت صح ولا لا؟ الحكاية تقول باللي في زمان قديم كانت تين هنان أميرة أمازيغية كبيرة في الشمال، وجا النهار وين لمت كامل قومها في قافلة طويلة واخدوا الطريق للصحراء يحوسوا على أرض جديدة. شهور شهور وتين هنان وناسها يمشيوا الليل مع النهار. تين هنان كانت فتحة الطريق ركبة فوق ناقتها البيضة تتبع في الوديان الناشفة والنجوم باش تلقى طريقها. جازت على الصورة القرارة والتيدي كلت وما حبستش غير كي لحقت للهوكار في مقام سماوه أباليسا. كانت فيه واحة هادية فيها ماء وأرض واسعة ومزينة بالنخل. بزاف من ناسها حبوا يرجعوا خايفين من الصحراء وإقليمها الصعيب. بصح تين هنان اللي كانت معروفة بجمالها وشخصيتها القوية قنعتهم باش يبنيوا مدينة ويبدأوا الفلاحة. وهكذا تبنت أباليسا اللي رجعت عاصمة الهجار في ذاك الوقت. كما تتين هنان بناولها قبر في أباليسا، ويقولوا باللي التوارق كانوا يزيدوا فوق حجرة في كل زيارة. وهكذا مع القرون اللي فاتوا القبر ولا يبان جبل. في عام 1925 الاستعمار الفرنسي سمع بالقبر تاع تين هنان المخبي تحت الحجر. ايام وهما يحفروا باش حلوه لقاو في عظام تين هنان ملفوفين في جلد وكنز كبير تاع مسايس وسناسل بين ذهب وفضه، ولقاو كانا كتيبه امازيغيه منقوشه. وداو كل شيء للعاصمه في متحف الباغدو، عملوا تحاليل علميه على الجثه والجلد وتبتوا بلي هاد القبر امازيغي اصلي قديم ودبنا في القرن الخامس. وفي هذا القرن بالذات كانت الحروب ما تحبش في شمال إفريقيا بين الرومان جحافل فوندال والقبائل الأمازيغية. كاين اللي يقولوا بلي هذا هو الوقت اللي كانت فيه تين هنان ملكة وهربت للصحراء باش تسلك ناسها من الحرب باش تعاود كل شيء من جديد. بالصح هادو ما هي إلا افتراضات برك، والسر تاع تين هنان مازال مخبي في جبل الهجار. غدا نتلاقاو مع حكاية زمان باش نزينو لكم القعدة. رمضانكم راحة وسعادة. قدم لكم هذا البرنامج برعاية سافيتال.